النهاردة احنا عندنا مجموعة من المشاكل خاصة ببعض المحافظات، خليني أبدأ أقولها لحضراتكم ونحاول بإذن الله نحلها قبل ما نخش في موضوع حلقتنا النهاردة. شكوى جات لي من أهالي مساكن الجوهرة حي الضواحي محافظة بورسعيد، بتقول أنا بهية الجنيدي من بورسعيد، نحن سكان مساكن الجوهرة بورسعيد حي الزهور ونعاني من بلطجة وجشع المحافظة وبنك الإسكان من قيام وبناء دورين فوق العمارات اللي بنسكن فيها والمكونة من 5 طوابق وتم بنائها منذ 20 عاما، وفوجئنا بالمسؤولين فجأة دون سابق انذار بيقوموا بتكسير الأسقف والبلاط فوق رؤوسنا على سطح 3 عمارات من ضمن 93 عمارة، وفتح الأسقف علينا مما يعرضنا وأولادنا للخطر والموت في أي وقت، وحصلنا على حكم محكمة بوقف التنفيذ وإحالة الأوراق الخبرة، ورغم كل ده بيقتحم العمارات بالقوة طبعا في بناء دورين للتربح. معانا على التليفون صاحب الشكوى استاذه بهيه محمد الجنيدي. اتفضلي يا مدام بهيه. ايه شكوى؟ مساء الخير دكتور عمرو، اهلا بيكي. قولي اهلا بيكي، اتفضلي شكوتك ايه. دلوقتي احنا اشترينا الشقه دي، المفروض ده كومباوند، اخد بال حضرتك؟ يعني البنك قال لنا هيعمل سور وبوابات وحاجات ومواضيع، ولا عمل حاجة من يوم ما اشترينا، والعمارات بقالها دخل على 20 سنة. دلوقتي هم جايبين معرفش ايه اللي حاصل دلوقتي، محدش فاهم. واذا كان في ناس مش موافقين او موافقين، يعني مش عارفين، في ناس مش فاهمة اي حاجة اللي بيحصل، في ناس تعبانة والدفء وطلوع وتنفيذ من مدام بهي. بس عشان افهم يعني المشكله فين بالظبط، عشان احنا بنحاول نجيب حد مسؤول في محافظه بورسعيد. حاضر. دلوقتي الارض دي ارض رخوه مستنقعه من البحيره. تمام. ايوه. هم دلوقتي طالعين واحنا اشترينا على الادوار الموجوده والارض الموجوده والحاجات الموجوده دي، وعاملين جناين وكذا. هم عايزين دلوقتي يشيلوا الجناين عشان يعملوها شوارع، يدخلوا العربيات. يعني انا شخصيا، انا وغيري في كتير راجعين من الخارج وعايزين نعيش في هدوء. طيب دلوقتي طب خليكي معايا، هندخل معانا على التليفون الاستاذ المهندس اسامه انور، سكرتير عام مساعد محافظه بورسعيد. باشمهندس مساء الخير يا فندم. مساء الخير دكتور عمرو، اهلا بيك. يعني هل في رد على شكوى مدام بهية الجنيدي؟ طبعا. اتفضل. انا بس عايز اصحح كذا معلومه كده. اتفضل. واسمح لي ان انا اقول لها. هي معانا على التليفون. سمعانا. سمعانا يا مدام بهية. معاك. طب اتفضل. يعني اللي انا عايز اوضحه للاستاذه اللي بتتكلم، ان المحافظه هي المسؤوله عن حمايه مواطنيها ورعايتهم وتوفير الراحه لهم، لكن المحافظه ما تتبلطجش على حد. ده نمره واحد. نمرة اثنين، الأستاذة اللي دخلت المداخلة هي ناسية إن هي ماضية على عقد بينها وبين بنك الإسكان. هو الموضوع بتاع الجوهرة ده، الأرض ملك المحافظة والعمارات مولها بنك الإسكان والتعمير ينشئها عشان يحل أزمة إسكان في بورسعيد. بورسعيد ملهاش أرض خالص، مفيش فيها أراضي، المحافظة بتطرق أي باب عشان تزود وحدات سكنية لمواطني بورسعيد. فهذه العمارات كانت منشأة أرضي و4 أدوار، والتصميم بتاعها أرضي و5 أدوار. وصلنا مع البنك، المحافظة وصلت مع البنك لعقد لبروتوكول انه يعلي دور، الدور ده هيدي لنا 304 وحده يستفيد بيهم اهالي بورسعيد. العقد اللي اتعمل الاخت اللي بتتكلم اشترت بيه الشقه، في بند اعتقد ان هو كان بند رقم 13، انه ليس من حق الساكن الاعتراض على البناء فوق العماره، لا في الدور الارضي ولا في الدور العلوي اللي هو فوق السطح. يعني ليس من حقه انه يعترض، هذا شرط واضح في العقد اللي بينها وبين الاسكان. ومع ذلك الاهالي هم رافضين ومتخوفين. حته التخوف الهندسي دي مردود عليها ان المكاتب الاستشاريه على اعلى مستوى هي اللي متوليه الموضوع، لكن هم رفعوا دعاوى قضائيه، واحنا كمحافظه علينا ان احنا نحترم الدعاوى القضائيه وننتظر حكم المحكمه في هذا الموضوع. فانا بطمنها ان هو احنا اخذين قرار بارجاء التنفيذ لحين الانتهاء من حكم المحكمه، ونرفع له القبعه واحتراما لحكم طيب. المحكمه اللي هيصدر ايا كان. طبعا عظيم. طالما احنا هننتظر يا مدام بهية حكم المحكمه ونشوف الحكم هيطلع ايه، لو طلع الحكم لصالحكم ان شاء الله هيتنفذ، والمسؤول التنفيذي بيقول انه هيتنفذ. شكرا مدام بهية، شكرا للمهندس اسامه انور سكرتير عام محافظ محافظه بورسعيد.